دربي طويل يمه كل شوك وكل نار وهذا اللي مقدر يمه مش لازم اسكت والنهار. من اخبارنا الصحيه لهذا اليوم كيفيه علاج حصى الكلى. فجر الصهيوني يمه يقعد ما حلي بالبيت هذه ارضي وهذا حصى الكلى. الحصى التي تتجمع في الكلية هي عبارة عن كتل من البلورات تتجمع سوية. البروتين الذي يكون من بين هذه البلورات يعمل على لصقها ببعضها البعض. قد يأتي موقع هذه الحصوات في الكلى أو قد تتجمع في الحالب بسبب الأملاح التي تترسب في البول. يتفاوت حجم هذه الحصوات في الكلى، قد تكون كبيرة الحجم أو صغيرة، لا نستطيع أن نراها إلا تحت المجهر. مرض حصوات الكلى حير الأطباء على مدار السنين، وذلك لاختلاف أحجام وأنواعها. فهناك حصوات كالسيوم، حصوات فوسفات الأمينيوم، وأيضا حصوات المغنيسيوم. تتكون هذه الحصوات بشكل رئيسي عند الذكور الرجال، وتتسبب هذه الحصوات آلاما شديدة إذا تجمعت في مخرج البول. أغلب حصوات الكلى تستطيع أن تمر أو تخرج من البول إلى خارج الجسم، أما إذا تعرضت للحشر يحتاج المريض وقتها لمساعدة من طبيب مختص، وفي حالات معينة يضطر الطبيب إلى إدخال أنبوب مرن من داخل الحالب، وفي حالات أخرى يضطر الطبيب إلى استخدام آلة تفتيت الحصى في الكلية أو ربما أشعة الليزر. من الأعراض التي يشتكي منها المريض لألام في منطقة القولون: شعوره بالمغص الشديد في خاصرته، ألم أيضا في الأعضاء التناسلية والفخذ، قد ينزل الدم مع البول، وشعور المصاب أحيانا بالتعرق والرغبة في التقيؤ، ربما شعوره بالغثيان وآلام في تجويف البطن وحرقة شديدة يشعر بها عند التبول. الأسباب التي تؤدي إلى تشكيل هذه الحصوات: قلت شرب الماء خلال اليوم، كثرت تناول بروتينات الحيوانية، وحدوث حالة من الركودات البولية عند الشخص المصاب. كيف يمكن لمريض حصى الكلى أن يعالج هذه الوعكة الصحية؟ أولا، اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على بروتينات كثيرة وعلى النيتروجين وعلى الصوديوم، يعني ما بيحتوي لا بروتينات ولا نيتروجين ولا صوديوم بكثرة. شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم كي يتم عملية التبول بشكل طبيعي، يضطر فيها الجسم لتجميع هذه الحصوات نتيجة حشر البول. وأيضا قد يصف الطبيب للمريض في بعض الحالات مضادات الالتهابات عن طريق الحقن. ربما العلاج عن طريق الأعشاب أو ما يعرف بالطب البديل الذي يعتمد على المكونات الطبيعية بدل من الكيميائية والعمليات. يمكن التناول الفاصوليا التي تكون مكونة ومحفوظة بطريقة صحيحة، البقدونس وخل التفاح، أيضا الشعير والعنب الذي يساعد على طبعا الليونة لدى المريض. الخبر الصحي، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا الصباحي، برنامج صباحكم وطنية، والذي بث عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم عوض، وأنا من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم محدثتكم كرمل خالد. إلى أن ألقاكم على رأس كل ساعة إخبارية، ابقوا بأمان، إلى اللقاء.